السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد. لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم جبت لكم الخبز تاع الدار. إليكم المقادير، نبدأ على بركة الله. عندي هنا الكاس اللي تعبروا به كملوا به. عندي هنا كاس حليب دافي، كاس ماء، مغرف سكر كبيرة، ومغرف خميرة، وكاس تاع السميد الرطب هو السومولين، وكاس فارينة أو الملح. نبدأ على بركة الله. نحطو الحليب تاعنا يكون دافي، نزيدو الماء، ونزيدو مغرف خميرة أو مغرف سكر، نخلطوهم شوية. هذه كمرحلة أولى مهمة. هذه المرحلة نزيدو السميد ونزيدو الفارينة، هادو كاع راهم مغربلين، ونعجنوهم في الخلاط ولا عجنيهم باليد بالسباتيلول. نخلطوهم شوية. هذه المرحلة المهمة، نخلوه حتى يتضاعف الحجم تاعه. نغطوه ونخلوه واحد 10 دقائق، من بعد نولي لكم باه نزيدو الفارينة والملح. راه ضاعف الحجم تاعه، دروك نولو نزيدو الفارينة. نزيدو الفارينة، راهي مغربلة. ما تنشفوش العجينة، خلوها شوية طرية. ها العجينة تاعي تجي هكا طرية العجينة، نزيدو نضربوها بيدنا هكا شوية هيا، ونخلوها ترتاح. من ترتاح نديروها خبيزات، خلوها تاني نزيدو واحد 20 دقيقة ولا 15 دقيقة. ها هو العجينة تاعي، نعاودو نرجعوها ترتاح. نغطي عليها ومين تخمر نديرها خبيزات، ونلق الفرن تاعنا يكون سخون، نسخنوه من قبل ونديرو اقصى درجه، من بعد نولي لكم. العجين تاعي راه خمر، نقدر دروك نديرهم خبيزات. نديرهم في السمن، نخليهم يرتاح، نغطوها ونخلوها ترتاح حتى من بعد من يحمى الفرن مليح وهادي تضاعف الحجم تاعها ندخلوها للفرن. الخبز تاعي راه وجد، وللامانه رمته في السميد الرقيق السومولين، وحده رمتها في الفارينه والاخرى رمتهم في السميد الرقيق. شاهدكم في الجنه بالصحه والراحه، والى الملتقى في وصفه اخرى ان شاء الله.